ربما تحيه مره ثانيه وادام اعترف بالبدايه انه انا متعود اني اقف نصوص شعريه او اقرا في شعر، ولكن حاسه يعني عندي تحدي اني ما شكلت القصه، ما شكلت القصه ودي تحدي بالنسبه لي، فانا اذا ما قدرت اتوفق ممكن تدوني العذر. طيب القصه بعنوان احتضار القصة دي أنا كتبتها في اليوم 29 شهر 10 سنة 2014. سأذهب للاحتطاب أمي، عبارة مختطفة انزلقت بنعومة من بين شفتيها لتصطك بإغناء أمها ذات صباح مسرق في تلك القرية التي تحاصرها دخلة كثيرة تتمنطق الجمال وتبتزل الروعة. تأبطت فأسا وحبلا، لم ترد صحبة أحد، ولم تلا واحدة من صديقاتها لرفقتها. خلا جمرة ماء صغيرة بالاهتزاز، يممت وجهها شطر الغابة، وهي لا تتصارع القمر بل تتمهل، وقدماها الساحلتان تزعران الأرض برفق، تتوغل كرش الغابة في دهب ثعباني وجن. تحيطه حشائش قصيرة بائسة مصفرة، قد قست عليها نقمة شمس الصيف المتوهجة، وأغنية ثنائية تميل أحد الأسلاف تنساه ألحانها وسط الشجر، تنبع من حنجرة فتاتنا الماسية، تخلد الآذان تبسم الهتان. عقارب الزمن تدب دريبا وهي تبطئ، أخيرا أدركت عمق الغابة، تغيرت مكانا روح لها جذعا لشجرة قد غدرت به أهوال الدهر، وضعت جذعها كانت أفنى مؤجرة طرح الشوكية الشائكة تنسح تحت أسر طيور الزنزور المشاكسة، وقد تدلت أعشاشها المنتفقة المستديرة بكثرة تتأرجح تحت إبرة ريح السموم الجهنمية والتي تصبغ بطن الغابة بين الكلمة والأخرى. والعصافير تلك التوالي من الفوضى أعداء للسكون، وحيثما اجتمعت غطت الأبواب شقشقة وزغزغة لا تنتهي إلا بحلول سلطان النظام ضيفا ثقيلا على المستعمرة. أمسك إلى تلك الحسناء المغددتان بالفأس، كما وضعت في الهجوم رفعت الفأس إلى أعلى في لوحة سحرية أخالة، ثم حوى بها على الدرع البائس، أصدر الارتطام صوتا هائلا تطاير له طيور في الجوار. عادت الكرة مرة ثانية والجزر يئن، تتساقط أجزاءه فتجمعها، يستمر العمل والجبين الناعم ينفض لآلم صاخبة مالحة تنحمل ودانا، تتساقط على الجزر البنس غلبا وعلى الأرض تغادى أخرى، أحالت وجه الأليم تحت قدميها إلى فرو فهد أرقت. وذئبان بشريان بأسمار بارية وقطع بها بغتة انبثقا من خنايا الشجر، تنفث منهما روائح غير مفهومة تعرض على الغثيان بعيون مكدرة ملتهبة، يتطاير منها الخف شعرا وشعر كف منفوش أغبر كما لنفات قصى عليها الدهر. تيقن هذان أن خليفتهما تفوق روعة وبهجة على سابقاتها هذه المرة، أمورة نارية يتساقط في مداراتها المجوس والرهبان، اعتليا صوت الشهوة ينشدان الرقص على ذروة الشرق، انتصبت راية الشرق ورفرفت أشهرا أشياءهما، وهما يبغيان افتراسها في مرأى من الشمس في تلك البقعة النائية حيث لا يقترب معين أو يد موقف. قد آن أوان الرقص، تسلب المكان بالحمى، والأنثى تلك ظلت يداها الغضتان ممسكتين بالفأس، وعيناها تجملان وتصولان جملة ويسرة، تموضعت بالهجوم، والوحشان يحاولان الانقضاض عنها، رفعت الفأس إلى أعلى، وهما لا يزالان يقتربان بحذر شديد رويدا رويدا، وهي قمة في التركيز، وحبات عرق تتفجر من تحت جناحيها، شلالا بمحيرة حارة، تموجت الأفكار في دماغها وتراكمت، والذكريات تهبط كالشيخان، فها مشهد لنسر عجوز أقرع
ينقض على سرقاطة متشردة وحشية غريبة، بقرة أحشاقها بمخالب فولاذية مرعبة، ومنقار معقوف متين أحالها إلى كومة لحم ودم، بارئة وحروبة قاتلة، وبعد هنيئة حوت الفأس على يافوط أحدهما يرتفع عن الأرض ثم ارتضى بها، انفجر المجال بركانا فتخطب الثارة بسائل أحمر قاري، اهتز الجسد المزدي وهو يتراقصه، وربه أخذ في الإقلاع ثم سكن سكونا أبديا. أمر الرجل الثاني فهاله المشهد، ارتجع جسده ولا إقراره فقاس في أحشاء الغابة عميقا عميقا ولم يوجد له أثر في مطار. Ich habe mich 75.